مرحبا بكم مع قناة بروف فريد، الفضاء في الرياضيات. الصفحة 104. 1. وزع المدير مدرستي 64 حكاية على 4 أقسام بالتساوي. أحسب عدد الحكايات التي وصل بها كل قسم. يلا نشوف كوش فهمه. 6 وحدات في كل مجموعات. 4 قسمات 64. 6 ناقص 4 تساوي 2. ننزل 4 وتكون 24. 24 ناقص 24 تساوي 0. أربعة قسمات 64. 4 ناقص 6 ناقص 4 تساوي 1. ننزل 4 وتكون 24. مقسوم علي تسمى 4 مقسوم علي. 64 تسمى المقسوم الخارج. اثنان. اشترت عائشة 3 شجيرات لها ثمن نفسه. ما هو ثمن شجيرات واحدة إذا أدى 45 درهم؟ إذا أدى 45 درهما ثمنا للشجيرات 3، أقسم 45 على 3 وأكمل. أقسم الوحدات. في الصف الثاني 1 سينتقل إلى 10 وعشرة. نقسم 45 على 3 ياك. 45 هاي 45 درهم ياك. نقسمه على 3. 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم. هاو 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم. شحال بقى لك؟ بقات لك 10 دراهم وخمسة ديال 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 الوحدات. أيه. غادي تبدل هاد 10 دراهم بياس وحدة، قطعة نقود وحدة تصرفها. شحال فيها من درهم؟ فيها 10. اه 10 زيدة على 5 15. هي 15. اه ايوا 3 في 5 راه 15. كل وحدة غادي نعطيوها كل 10 دراهم نديرو معاها 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم. إذا الخارج غادي يكون هو 10 زائد 5 هي 15. صور لهم هادي 45 مقسومة على 3 كتساوي 15 درهم. وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. خصهم يفهموا هذا التوزيع ديالهم، هذا هو الأساس ديال التوزيع. من بعد يتعلموا يديروا القسم. إلى اللقاء يا أصدقاء، ديروا لايك واشتراك وبركوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد.